أشهر خرافة في كل دولة. هناك العديد من أشهر الخرافات في العالم، لكنها خاصة ببعض البلدان والثقافات المختلفة. هذا لأن كل بلد لديه أسلوب حياة مختلف عن الآخر، وهذا الأمر يؤثر أيضا على الطريقة التي يرون بها الحظ الجيد والسيء. وفي هذا الفيديو نستعرض لكم بعض أشهر الخرافات في بعض هذه البلدان. روسيا: في روسيا يعد العثور على طائر ميت على غطاء محرك السيارة علامة على حسن الحظ. هناك أيضا خرافة تقول أن منح الزهور الصفراء لأحد تعد رمزا لسوء الحظ، وإذا أعطيت زهورا فلا يجب أن يكون عددهم زوجيا أبدا، حيث يستخدم الرقم الزوجي للزهور المرسلة إلى الجنازات. الصين: من أشهر الخرافات في الصين أن الرقم 4 هو رقم سوء الحظ، وذلك لأن نطقه بالصينية يشبه نطق كلمة الموت، لذلك من الشائع عدم العثور على هذا الرقم في المصاعد. وهناك خرافة أخرى لديهم تقول أنه لا يجب عليك وضع أيدا تناول الطعام موازية لبعضها البعض فوق الوعاء. تركيا: إذا ذهبت إلى تركيا فلا تمضغ العلكة أبدا في الليل، لأنها تشير إلى أكل اللحوم الميتة، كما أنهم لا يقومون بقص أظافرهم في الليل لأنهم يعتقدون أن ذلك سيقلل من سنوات حياتهم، ولا ينبغي تجريف المنزل ليلا لأن ذلك سيؤدي إلى الفقر. وتعتبر العين التركية من الأشياء المعروفة بخصائصها السحرية لحماية مرتديها من ما يسمى بالعين الشريرة. كوريا: في كوريا يعتقدون أن النوم مع تشغيل مروحة هو حظ سيء، ولهذا السبب تحتوي هذه الأجهزة على مؤقت بحيث يتم إيقاف تشغيلها ولا يأتي الحظ السيء. كذلك لا تلمس عينك أبدا بعد لمس فراشة، وإلا ستصاب بالعمى. كما لديهم اعتقاد بأن الشخص الذي لديه شامة بالقرب من فمه هو شخص غير مخلص. ألمانيا: تعتبر الخنازير في ألمانيا رمزا لحسن الحظ، وفي الواقع لديهم عبارة تعني حرفيا لقد تناولت لحم خنزير، ويستخدمونها للإشارة إلى الحظ السعيد. كذلك يعتقدون أن رؤية العنكبوت في الصباح تجلب الحظ السعيد خلال النهار.